السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب مختصر منهاج القاصدين للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله سبحانه وتعالى. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا نحن إلى فصل فأما علم المعاملة، وهذا الفصل هو عنوانه علم المعاملة. قال: فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب. نقف هنا، شو يعني؟ كثير من الناس يحاول أن يركز على العلوم التي إما هي ظاهرية بعلم الفقه وكيف يصلي الإنسان وخلاف العلماء بالفقهيات، وإما علوم الآلة بالنحو والصرف واللغة، ويهمل علم القلب وعلم أحوال القلب، وهو من أجل العلوم أن يراقب الإنسان قلبه دائما. فإن الإنسان ما وإن أتقن باقي العلوم، يعني إنسان أتقن طريقة الصلاة بالحرف بالليبرة بسم الله ما شاء الله، كان يصلي بصفته وحركاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أمسك كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، وبسم الله ما شاء الله عنه قاعد يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني حتى إذا صلى فركع فلو صب على ظهره الماء لركد، تمام؟ في أكثر من هيك، وسجوده تمام ولا يجافي بين جنبين، كل شيء كل شيء، ولكن قلبه غافل لاهن، أو كان يصلي برياء وسمعة، أو كان يصلي وقلبه منشغل، هنا صلاته إما أن تكون ناقصة نقصانا شديدا، هذا إن تقبلها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل إيش صلواتنا وأن يعفو عنا. فالعلم بأحوال القلوب علم جليل جدا. فقال: فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب، وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء. الخوف يكون عادة من المحذور، والرجاء يكون عادة في طلب المأمول، والرضا وهي منزلة عظيمة جدا. وأنصح دائما بقراءة كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، فهو كتاب عظيم جدا، ومن أراد أن يستمتع جدا فليستمع إلى سلسلة شرحه للشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله سبحانه وتعالى، فسيكون في عالم آخر بكل معنى الكلمة. المهم، قال: كالخوف والرجاء والرضا والصدق. طيب، هنا الصدق هل المراد به صدق اللسان؟ لا، ليس المراد به هنا صدق اللسان، وإنما المراد به إيش؟ صدق القلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى يقول: فلو صدقوا الله. كيف صدقوا الله؟ مش بلسانهم، وإنما بأفعالهم وبمواقفهم. فالمواقف هي التي تظهر الصادق من الكاذب، وتكون المواقف تابعة لإيش؟ لحكم القلب وغلبة القلب. قال: والإخلاص وغير ذلك. قال: فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. إيه؟ طب أبو حنيفة ومالك والشافعي هم ارتفعوا بعلم المعاملة أم بالعلم الآخر يلي هو علم الفقهيات ونحو ذلك؟ نحن نذكر الشافعي الآن بعلم المعاملة؟ لا، نحن لا نذكر الشافعي الآن بعلم المعاملة وعلم أحوال القلوب، ولكنهم ما وصلوا إلا بأحوال القلوب. كيف ذلك؟ يقول أحد الصحابة رضوان الله عنهم: والله ما بلغ أبو بكر ما بلغ بهذه المنزلة بكثرة صوم ولا صلاة، ولكنه بلغ بشيء وقر في قلبه. ولذلك إذا أتينا إلى مثلا العبادات، بعض أنواع العبادات، قراءة القرآن، يعني الإنسان إذا أراد أن يكون من القراء وحفظ القرآن بالقراءات العشر وكان من المتقنين، أيكون خير الناس عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني كان في الصحابة من هو أقرأ من أبي بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم من أبي بن كعب هو أقرأ الصحابة، ومع ذلك سبقه أبو بكر رضي الله عنه. طيب، أعلمهم بالفرائض بالمواريث زيد، ومع ذلك سبقه أبو بكر رضي الله عنه. أمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح، ومع ذلك سبقه أبو بكر رضي الله عنه بإيش؟ بشيء وقر في قلبه. وهؤلاء الأئمة الأربعة مثلا، هل يوجد من هو أعلم منهم؟
يوجد من أقرانهم من هو مثلهم في العلم، بل من قد يكون أعلم منهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كتب القبول لهم. وهكذا أي عالم نجده من العلماء، ومن العلماء من هو مثله في العلم ولربما سبقه، ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا العالم. يعني مثلا من المعاصرين الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يعني الآن هل الشيخ بن عثيمين هل هو أفقه أهل الأرض؟ لا بد أن هناك من هو أفقه منه. الشيخ ابن باز نفس الأمر، ولكن سبحان الله نجد أن الله سبحانه وتعالى قد كتب القبول للشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله، مع أنه كان عندهم من أقرانهم العلماء الكثر. الآن إذا أتينا حتى للكتب المصنفة بشرح صحيح البخاري، كم من كتاب موسوم بفتح الباري، شرح صحيح البخاري، كتب كثيرة بفتح الباري، ولكن نجد أن إيش ابن حجر هو الذي إيش حاز السبق. لما ألف الإمام مالك رحمه الله الموطأ، قال هنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ألف الإمام مالك رحمه الله الموطأ، فقال فلما ألف الموطأ درج الموديل، فينا نقول يعني ألف موطأ واحد، بقول لك ليه مالك بن أنس يكون عنده موطأ وأنا ما يكون عنده موطأ، فكل واحد حفظ مجموعة من الأحاديث يألف موطأ. فجاء أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله إليه وقال يا إمام كثرت الموطئات في المدينة، أنه في موطأ فلان وفي موطأ فلان. فقال الإمام مالك رحمه الله كلام هذه، قال لا يبقى منها إلا ما كان صافيا لوجه الله. وفعلا الآن إذا ذكر الموطأ فالمراد به إيش؟ موطأ الإمام مالك، لا يراد به غيره. فهذا المعنى أنهم سبقوا بعلم المعاملة. ثم قال رحمه الله مين؟ ابن قدامة. قال وإن من حطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعلم بخفاياه. وهذه مصيبة عظيمة ومعضلة. ما هي؟ أن ننشغل بصور العلم دون الانشغال بالحقائق. كيف الحقائق؟ طبعا لا نريد أن نبالغ بموضوع الحقائق كما بالغ بعض علماء الصوفية، أو عفوا بعض من أخطأ في حال الصوفية، فقالوا نحن أهل الحقائق، فتركوا الصلاة وقالوا قد وصلنا نحن إلى مرتبة بالعلم ونحو ذلك، خلاص بطل بنا نصلي. وهذا موجود الآن وموجود فيها في الكتب. ولا نريد أن نأتي عند كثير من طلاب العلم الآن، يعني للأسف، يعني أنا أتكلم وأنا ابن معاهد شرعية وأدرس المعاهد الشرعية ودرست فيها، نجد كثيرا من طلاب العلم يقبلون على مجالس الحديث ومجالس الإجازات ويتقنون الفقه الشافعي وغيره من المسائل ويقرؤون الكتاب والاثنين والثلاثة، ثم إذا أتينا إلى التطبيق نجد يعني من من طلاب العلم الآن لا يعلم فضيلة قيام الليل وصيام النهار، من منا لا يعلم أهمية الخشوع في الصلاة، من منا لا يعلم أهمية الطمأنينة في الصلاة، ولكننا إذا أتينا إلى التطبيق نجد مصيبة بالتطبيق. ليه؟ بيننا وبين التطبيق مسافات كبيرة بيننا وبين الحقائق. نقرأ يعني نأتي إلى التجويد، الصورة في التجويد إتقان الحروف، إخراج كل حرف بموضعه، ولكن التطبيق، طب أنا ماذا ينفعني التجويد إن أتقنت التجويد وأعطيت كل حرف من حقه ومن غير تفريط ولا إفراط، ثم جودت القرآن ولم أبالي بالمعاني. سبحان الله حصلت معي غفلة البارحة وأذكره من باب الاعتبار. أوقفت أحد الشباب إماما، أحد الشباب الجدد في المسجد، ما شاء الله صوته جميل جدا، فأوقفته إماما لينكسر حاجز الخوف عنده من الإمامة، فوقف إمام وأخذ يقرأ في القرآن، فأنا في الصلاة سبحان الله أخذت وهو يقرأ أقول هو بحاجة لازم يضبط المدود، لازم يضبط مش عارف إيش، لا لازم نشتغل له نحن على هالمسألة، فأنا مركز على الأداء عنده. هو عم يقرأ سبحان الله، إنسان تائب جديد بالمسجد ما له شيء، عزكم الله هذا الرجل كان حشاش، اللي وقف حد كان حشاش، حتى البعض يقول إنه يعني أنا اليوم كنت عم بحكي مع واحد بقول له فلان تاب وكذا، بقول لا بعده عم بحشش بس بصلي، يعني إذا إلى هذه الحلقة واقف جنبي. هذا الشاب اللي عم بحشش يلي واقف جنبي هو بالصلاة غشي بك،
فسبحان الله اجت هيك انه صاعقه على راسي، انه فلان اللي هو كان عم بحشش او بعده عم بحشش بس عم بيصلي واقف حدك، يصلي خلفه قاعد فقعان بك وانت مركز باداء الحروف. شو هالغفل اللي عندك؟ شو هالغفل اللي تخليك انه واحد كان يحشش وتائب قاعد عم بيصلي وغشيان، وانت قاعد تركز بالحروف؟ شو هالتركيز على الصوره يلي هي صلاتك اصبحت صلاه جوفاء، بس انت عم تركز على الاداء. صلاته صحيحة، حط ايده وين؟ حط ايده صبع على صدره ولا على السرة ولا بينهما؟ وقف لما وقف نزل على ركبتيه ولا على يديه؟ اداؤه للتجويد منيح ولا ما منيح؟ هو الايات لو نزلت على جبل لتصدع ما مرت على القلب، ما وصلت الى القلب اساسا. لا تجاوز التراقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في اخر الزمان اقوام يقرؤون القران لا صلاتهم لا تجاوز تراقيهم. مشكلة. نتخيل نحن هالمشكلة انه عندنا نحن معشر ملتزمين، انه حشاش واقف حدي تائب، حشاش تائب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني توبته، فاعم بك وانا بركز على اداء التجويد الامام كيف. وكثير من الحالات نحن بنلاقي مثلا العوام، والله العوام احيانا بيجي بيسالك عن قيام الليل، بيسالك عن الصيام، والله ممكن تلاقي اخت حاسره مش مغطي راسها وحالتها بالويل بموضوع لبس الثياب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يسر على المسلمات اللهم امين، بس بتلاقيها انه فعلا بتصوم تلاتة وخميس، بتصلي قيام الليل. اخت حاسره الشعر، تطلع انت بتقول يعني الله اعلم هي حالها عند الله كيف، يعني النظره الاولى تعرف بعدين انه عندها ختمه قران، ولكن عندها هذه المعصيه التي تجاهد نفسها على ايش؟ على تركها. وان كنا ننصحها في هذا الموضوع وقد تلام عليه، ولكن لا ينبغي ان يعني ينبغي بهذه الاحوال ان ننظر الى انفسنا. طب هي عندها ختمه قران وانا ما عندي؟ أنا اللي اسمي أنا طالب علم وعم بحرص على مجالس العلم وعم بستمع للمحاضرات وكذا، أنا ما عندي ختمة قرآن، وإذا عندي ختمة قرآن أنا أحيانا بعملها لإيش؟ للمراجعة وليس للاعتبار. ممكن الإنسان يخلص ختمة كاملة من القرآن ولم يقف عند آية يبكي منها، ولم يقف عند آية يرددها. هون بنعرف إنه في عندنا مشكلة كبيرة بإيش؟ بإنه نحن عم نركز على الصورة وننسى إيش؟ ننسى الحقائق. ثم قال وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان. الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون إلى ما والذين يظاهرون منكم من نسائهم. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى تكلم في حكم الظهار، ليس الآن مكان شرحه. قال ويتكلمون في الظهار واللعان والسبق والرمي، أحكام المسابقات. هل أنا إذا سبقت إنسان سبق إنسان فهل يجوز له أن يجعل فيه رهانا بموضوع السبق والرمي؟ ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها سنين. هو قاعد عم بيقرأ إيش؟ كتاب الطهارة يرجع يعيده، كتاب الصلاة يرجع يعيده. مع بالك العلم مش منيح، ممتاز، بس نحن يعني انا عم بقوم اطبق. يعني انا مثلا درست كتاب الطهاره او كتاب الصلاه، كتاب الصوم، درسنا كتاب الصوم في عدد ساعات معين في عدد ايام معين واختبرنا فيه وحفظناه. طب اخر شيء وين الصوم؟ في شيء غير رمضان اسمه صوم التطوع؟ والله المستعان. قال التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج الى مساله منها. كمان هذا ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ الاشتغال بالفروع أو الاشتغال بعلوم الفضلة. شو علوم الفضلة أبو عزيز؟ الفضلة إيه؟ تمام. من علوم الفضلة، وأنا هذا ألومه أخواتنا كثيرا، أو المعاهد الشرعية التي تخصص للأخوات. مثلا أنا بدي أدرس لغة بالثانوية والمعهد الشرعي مثلا بعطيها كتاب بالمواريث. طب لا أنا بعطيها مواريث، لا مش أنا تعرف حقوقه بتعرف حقوقه من القرآن، بس انا اروح فصل كامل انا عم بعطيها مواريث، انا قاعد عم بعطيها احكام الحدود. ليه؟ لا هي حتصير قاضي ولا هي اخر شيء حتصير باحكام الحرابه احكام كذا. طب ما هاي الاشياء هي نوعا ما حتستفيد منها استفاده مباشره، اعطيها علم الرجال بالوقت. هاي اسمع علوم فضل ليش؟ بالوقت الذي أنا لا أعطيها فيها تفسير القرآن تفسيرا صحيحا، بمعنى أنه ما عرفت بعد ما بتعرف تفسير جزء عام
تفسير القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بالوقت الذي لا تعلم فيه أركان الإيمان بإيمان إجمالي، ما اطلعت فيها على كتب الإيمان ومسائل الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني ما تعلم تفاصيل يوم القيامة الواردة بالأحاديث، ما تعلم، وهذه الأشياء التي إيش؟ التي تجعلها تقترب من الله سبحانه وتعالى عن النار، تبتعد، تقترب من الجنة وتبتعد عن النار. طب أنا أي أولى، أعلمها مثلا مواريث للأخت، واللي أجي أعلمها أحكام الأسرة كيف تربي تربية صحيحة، أحكام التعامل مع الزوج كيف تتعامل مع الزوج، وكيف تطالب بحقوق مع الزوج، وين يكون الحق لها وين يكون الحق عليها، أنت أن أعلمها كيف تلتزم الصمت، كيف تتعلم ما تجاوب، تمام، وكيف تتعلم الطالب بحقها بالحسنى. هاي أحكام، هاي واجب الوقت. ليه واجب الوقت؟ عشان كل امرأة مؤهلة إيش تكون أم، تكون زوجة، تمام، ولكن مش كل امرأة حتروح آخر شيء بقضايا المواريث وكذا. وقال في مسائل لا يحت... قال ولربما تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها. نعم، لا 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 ما في داعي. قال ربما تمضي الدهور ولا يحتاج إلى مسألة منها. فعلا نحن بعض المسائل بناخذها بكتب الفقه مع التفريعات تبعيتها بالسنه مره لحتى نشوف نحن ايش هاي الحاله حتمرق معنا هلا ولا ما حتمرق معنا هلا، هذه مشكله. قال ولا يتكلم بعد ما يحكي بهذه الامور، قال ولا يتكلم عن الاخلاص. اي العالم، طب نضحك على الاخلاص، هذا الشيء اللي انا دائما بيطلع عندي بالصلوات وبيطلع عندي بالزكاه وبيطلع عندي باي عمل. قال ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين. شو يعني فرض عين؟ طب في فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم، أما فرض الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. مثل شو يعني فرض كفاية؟ الأذان. الأذان فرض عين، كل مسلم واجب يؤذن؟ لا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بس إذا ما قام في حدا يأثم أهل المنطقة كلهم، تمام؟ هذا فرض إيش؟ فرض الجهاد فرض كفاية. أما إذا دخل العدو إلى بلدك، إلى بلد المسلمين، يصبح إيش؟ فرض عين. قال وهذا فرض عين لأن في إهماله هلاكها، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال هذا فرض كفاية. ولقد صدق، هو فرض كفاية، ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به؟ شو يعني الحساب؟ تعلم مسائل الحساب كمان فرض كفاية. ليه عم يشتغل بإيش؟ بالمواريث مثلا، تمام، وما عم يشتغل بالحساب يطلع محاسب. قال فهل لا تشاغل به، وإنما تبهرج عليه النفس، لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. شو يعني؟ من تزيين الشيطان للإنسان. مثل هلأ مجالس الحديث اللي نحن عم نشوفها كتير الآن بلبنان، ليه الواحد نحن الآن بنشوف بمجالس الحديث ناس كثر، بينما لو مجلس ما فيه إجازة، مجلس تفسير ما عم بنلاقي ناس تحضر فيه إلا من رحم الله، بس المجلس اللي فيه إجازة بتلاقي الكل عم يحضر. طب ليه؟ شو حاجتك فيهم من الإجازة؟ وهي حتى مجلس الحديث، نحن الآن مجلس الحديث ما فهم شيء، ما فهم 5%، تمام، مجلس السرد. طب ليه عم بروح الآن عم بيجلس بمجالس إيش؟ الرواية، مع أنه مجالس الدراية أعظم وأكثر نفعا. بقول لك إيش، انتبه في حظ للنفس، أنه أنت إيه، أنا صار معي إجازة، أنا مع الإجازة بالبخاري ومسلم، أنا معي كذا إجازة والمناقشة. بعض الشباب انا بعرفه كان عم بيقول لي انا بدي اتعلم ايش النحو، وشديد على انه بدي اتعلم النحو. الشباب من شباب منزل هون، ليه بدك تتعلم النحو واللغه والقران؟ ليه؟ عشان كل ما يتناقش مع واحد بقول له روح انت ما بتعرف باللغه، ما بتعرف مع، وذلك يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليجادل به العلماء او ليماري به السفهاء فقد اقتبس شعبه من النار. هذا النار، الاصل بالعلم نور، ولكن بهذه الحالة يكون إيش؟ نار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، السلامة والعافية. ثم قال واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معاني لم يردها السلف الصالح
نتكلم فيها في المرة المقبلة. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.